أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرتنا الإخبارية الحقوقية. 9 أشهر منذ انطلاق الثورة الشعبية السورية المنادية بإطاحة نظام بشار الأسد، وإلى يومنا هذا تتواصل الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، لعل آخرها ما ورد لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان عن اختفاء السيد محمود دريد البالغ من العمر 49 سنة وهو أب لثلاثة أطفال، تم اعتقاله في 20 من شهر ديسمبر 2021 من أمام منزله، وتبقى عائلته إلى حد اليوم بدون أي معلومات عن مكان تواجده أو عن مصيره. ومما يزيد من معاناة هذه العائلة أن شقيق السيد محمد دريد وراشد دريد قد قتل أثناء مظاهرة بدمشق، وذلك في غرة جويليا 2021. كما وصلت لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان أيضا حالة السيد محمد أسود وهو رهين اعتقال تعسفي أيضا منذ 15 من ديسمبر 2021. محمد أسود طالب بكلية الطب يبلغ من العمر 24 سنة ويبقى إلى اليوم مصيره مجهولا أيضا. وقد رفعت منظمة الكرامة هاتين القضيتين إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاءات القسرية للنظر فيها، وطالبت السلطات السورية بإطلاق سراح كل من محمود دريد ومحمد أسود، وذلك طبقا للقوانين الدولية المعمول بها. أما فيما يتعلق بعمل العنف والاعتقال في صفوف المتظاهرين والمحتجين في اليمن هذه المرة، فإن المفوض السامع لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي أكدت أنه لا عفو على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وكان ذلك ضمن بيان صادر عن المفوضية السامع لحقوق الإنسان في 6 جانفي 2021. وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن خطورة العفو عن هذه التجاوزات، لا سيما أن هنالك مشروعا لقانون في هذا الغرض سيقدم أمام البرلمان اليمني في قريبا، وأكدت أن ذلك يتنافى كليا والقوانين الدولية المعمول بها، وأن موقف المفوضية واضح في هذا الشأن، إذ أنه لا يجوز العفو عن المسؤولين جنائيا في الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أنها ذكرت في نفس البيان أن ضحايا المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في اليمن لهم الحق في العدالة وفي معرفة الحقيقة، وخاصة الحق في جبر الضرر. وشكرت في الأخير السيدة نافي بيلاي السلطات اليمنية على تعاونها مع البعثة الأخيرة للأمم المتحدة من قبل مكتب حقوق الإنسان. أما في الشأن الليبي، فقد دعت منظمة محامون من أجل العدالة وهي منظمة غير حكومية المجلس الوطني الانتقالي الليبي للاستجابة لمطالب المتظاهرين ببنغازي التي تتمثل في توضيح مهام المجلس وتحديد سلطاته. ورحبت المنظمة بالبيان الذي صدر مؤخرا عن المجلس الوطني الذي أجاب عن العديد من هذه التساؤلات، لكنها تدين بشدة النقص في الشفافية خاصة فيما يتعلق بآليات وصلاحيات هذا المجلس. كما أكدت على أن الشعب الليبي ناضل ضد نظام القذافي لنيل حريته، وهو اليوم يطالب بالمشاركة في صنع القرار، وحث المجلس الانتقالي للسعي لكسب ثقة الشعب بما أنه ليس منتخبا، وذلك من خلال المساءلة والشفافية والالتزام بسلطاته المؤقتة، وإلا فإنه لن يقدر على الفوز بدعم شعبه ولا عن نزع سلاح الثوار. وأشارت المنظمة إلى أنه من المهم جدا بث مداولات المجلس مباشرة ليطلع الجميع عما يحدث من مناقشات داخل المجلس، وخاصة القرارات المتخذة، وأن المجلس الانتقالي الليبي مدعو اليوم إلى تقديم برنامج واضح لجلب الثوار تحت سلطة حكومة مركزية، كما دعا في الأخير إلى التزام السلطات المؤقتة بالديمقراطية وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وخاصة احترام الحريات والحقوق الأساسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا، أترككم في أمان الله.